الأولى للكأس العالم كانت في مونتفيديو بأوروغواي عام 30، وشارك في البطولة 13 فريقا فقط. كانت أوروغواي البطلة الأولمبية في الكرة وأفضل فريق في العالم، وأمام 90,000 متفرج في استاد سنتيناريو التقت أوروغواي مع الأرجنتين في المباراة النهائية. كان لاعبو أوروغواي يرتدون السراويل الداكنة ويدافعون عن المرمى في يمين الملعب. وأحرزت أوروغواي هدفا. ولكن مع انتهاء الشوط الأول تقدمت الأرجنتين 2-1. وبدأت الاحتفالات عندما أحرزت أوروغواي هدف التعادل. ثم أحرزت أوروغواي هدفا ثالثا. في الدقيقة الأخيرة سجل المهاجم الخطير كاسترو الهدف الرابع لتطمئن أوروغواي إلى الفوز. لقد أصبحت أوروغواي بحق بطلة العالم، وهي التي فازت بذهبية دورتين أولمبيتين.